بشأن ماذا يا حبيبي؟ كنت انا اللي كانت والدتي كانت عايزه تعمل يعني تطلع رز بلبن، وكانت نادري عامله نادر وكده. ما احنا قلنا لك خلي امك تطلع رز بلبن، يعني ما في حد يطلع رز بلبن الا امك. امك نذرت نذرا ان حصل كذا تطلع رز بلبن، خلاص طلع رز بلبن، ايه المشكله؟ ضيع وقتنا. هي دلوقتي بتقول ان في حد يعني يستحق فلوس اكتر، هو بيتهيألك بتقول يعني ان في حد يتيم بيتجهز. تمام، لا لا، يعني شويه الرز بلبن مش يعني مش يقيلوا اليتيم عثرته. امك نذرت اذا حصل كذا كذا اذبح اصنع رز بلبن. حصل لا، هي نذرت عليه تذبح، عفوا تطبخ رز بلبن. يا اخي خلاص تمام، شكرا يا شيخ، ضاعت المكالمات بتمن الرز بلبن اللي انتوا هتعملوه. الله يحفظك.